شهر يونيو هو الشهر السادس من شهور السنة الميلادية وأحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يوماً، أبريل ويونيو وسبتمبر ونوفمبر. يسمى بالعراق وبلاد الشام بحزيران، والمغرب العربي بجوان، ومصر بيونية، وأصل تسميته جونو، وهو اسم زوجة آلهة السماء الروماني جوبيتر والمتمثل بالمشتري، فهم يصلون إليه طوال الليل بالمراقبة. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. وشهر يونيو في بدايته تبدأ مربعانية القيض، وهي 40 يوماً السابقة على الحر اللاهب والتي يسميها العامة بجمرة القيض، وفي منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل البلدان العربية ما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، فتبدأ عندهم أمطار الخريف، وفي نهايته نعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة، وأسر أقاسيه ولي نجومه أرى كل شيء غيرهن يزول، تطول بي الساعات وهي قصيرة، وفي كل دهر لا يسرك طول.